كان الإنسان في صلاة وسمع ذكر الرسول مثلا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، هل يقولها؟ إذا كان يسمع الإمام يوصل، أما إذا كان في نفسه قالها فلا بأس، إن صلى الله وسلم عليه في نفسه أو عند آية الرحمة دعا ربه أو عند آية العذاب استعاذ لا بأس، ولكن الأفضل يكون هذا في النافلة. أما الفريضة فلا يفهم من صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لأن الفريضة أهم، فالسنة في الفريضة أن يستمر في القراءة ولا يقف، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، أنه كان يستمر في القراءة ولا يقف يدعو عليه الصلاة والسلام. أما في النافلة فلا بأس، إذا قرأ في النافلة عند آية الرحمة، عند آية الوعيد، عند آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذكره صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا بأس، في النوافل أفضل. أما في الفريضة فأمرها أعظم، فالأولى عدم الوقوف، ولو فعله الإنسان ما يضر صلاته، لكن الأولى والأفضل أنه لا يقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض لم يحفظ عنه أنه وقف في الفجر ولا في العشاء ولا في المغرب في قراءته، وكان يستمر في قراءته ولا يقف عليه الصلاة والسلام. هل يصلى؟ قال الصحابي لما كان يقرأ في التهجد كل ما مر على آية هذا في النافلة.